في الحقيقة تستاهل العناية كل سنة، مش إلا يوم 8 مارس. رانا في الخدمة، راه السيدة كريكو في الحقيقة ما هاش مقصرة في الميدان تاعها. انتوما من خلالكم كل النساء المتفوقات في عمل ما، راني شفت فلاحات، راني شفت في الوظيفة العمومية، في الصناعة، في الطب، الأخيرين يعني نتكفلوا بكم ومشاكلكم، لأن باش الإنسان يكون مرتاح ويمارس الشيء اللي عنده عليه مؤهلات لازم يرتاح فكريا ولازم يرتاح ماديا. إذن راه سيدة كريكو في الاستماع، وكل الملفات مرحبا بها.